نجم جديد كابتن اسلام الشاطر، كابتننا الكبار في الاستوديو التحليلي كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. مبروك يا كابتن سيد، كل مباراه ليها ظروفها، كل مباراه بيكون ليها تحضير. النهارده المباراه في البدايه كده يمكن ازمت شويه، لكن النادي الاهلي كالعاده بالتركيز وبالاصرار بالتغييرات الجيده جدا لمستر رينيه فايلر قدر النادي الاهلي يفوز بنتيجه كبيره على فريق كبير زي الانتاج الحربي. الحمد لله، طبعا المباراه مهمه زي ما انت قلت وفي بدايه دوري ومع فرقه، يعني اعتقد ان احنا اول مره ان نحرز 4 اهداف في فرقه الانتاج الحربي. ما اعتقدش ان هو من ساعه ما صعد في 2000 من 2010 ولا حاجه لحد دلوقتي ما قدرناش ان احنا كنا نجيب في مباراه واحده 4 اجوال، فدي برضو حاجه كويسه. طبعا بنحترم فرقه الانتاج على كل المواسم، بتقدم مواسم كويسه قوي او مباراه مع الفرق الكبيره بشكل كويس قوي، عندهم جهاز فني على اعلى مستوى. يمكن النهارده فرضنا سيطرتنا وشخصيتنا، لا بذكرها دايما في كل لقاءات يعني من الاول لاخر، وضع طبيعي حتى في اثناء المباراه. انت بتلعب 90 دقيقه، ف يعني انت بتلعب مع فرقه وفرقه عندها قدرات كويسه طبعا، فبعض الاوقات وبعض الفرص هتتاح ليهم. يعني من الاشياء الجيده جدا يا كابتن سيد ان احنا كنا ما شفناش في فتره طويله ان دكه قويه جدا، اللي بيطلع موجود، اللي بره موجود، كل اللعيبه واحد، وده امر مهم جدا وده عامل من عوامل اللي بتساعد اكيد على الفوز يا كابتن سيد. بص، اي فرقه كبيره في العالم كله بتلعب على بطوله الدوري، وبطوله الدوري هي الاهم في كل البطولات المحليه، لا تقارن ابدا باي بطوله اخرى. يعني زي ما انا قلت السنه اللي فاتت بطوله الدوري، وبتقارنها باي بطوله محليه، ما فيش مقارنه اساسا ما بين دي ودي. فاي فرقه عايزه تاخد بطوله الدوري لازم يكون الدكه بتاعتها تقيله جدا، لازم تكون اللي بره ال 18 حتى برضو مستواهم قريب جدا. يعني بتتكلم في لو بتتكلم في نسبه مئويه 90 ل 85 كده، يعني ما تبقاش زياده عن كده، لان انت هتتعرض لظروف ممكن ما تبقاش مناسبه في الموسم. فوضع طبيعي ان اللي ياخد يكون على نفس المستوى. يعني انت بتلعب باي تشكيله، الحمد لله بيقدروا ان هم يادوا ويفرضوا شخصيتهم برضو. لكن كل اللي انا عايز اقوله ان مرحله الدوري او بطوله الدوري بطوله يعني بتتاخد على مراحل البدايه والمنتصف والنهايه، احنا لسه في البدايات. عملنا مباراتين او خدنا مباراتين مع السموحه والانتاج الحربي، ودول برضو من الفرق اللي لها اسمها ووزنها في الدوري. يعني عندنا مباراه مع اسوان الساعه 3، مش عايز اتكلم على الساعه 3 والساعه 5 والساعه 7 دي، مش مستوعبها ومش فاهمها، لكن في النهايه يعني ده قرار هنلتزم بيه. في اقل من 48 ساعه مسافرين ان شاء الله الرحمن يوم الجمعه الصبح، وبعد كده هنخوض مباراه او تدريبه هناك في اسوان، استاد ما لعبناش عليه بقالنا فتره طويله، و في جو برضه هيبقى الساعه 3 الظهر يعني. فان شاء الله الرحمن باذن الله برضه نرجع بال3 نقط. يعني هل النادي الاهلي ممكن يتدرب في نفس التوقيت ده الايام اللي جايه كابتن سيد، بالنسبه يعني مقارنه بمباراه اسوان؟ لا، احنا عندنا بكره تمرين الصبح وبعد كده ما فيش وقت، انت مسافر فجر الجمعه وهتتمرن هناك في اسوان في نفس توقيت المباراه يعني. شكرا جدا كابتن. شكرا. كل الشكر والتقدير للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي.